السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ راكم ملاح. جيتكم بوصفه جديده، هي عباره عن محمر كتف تاع الخروف، نحمروه اللي مثلا تاع عيد الاضحى ولا كش الضيوف ولا حاجه حبيتوا ديروا محمر بالزيتون. انا حبيت ندير لكم كتف، شغل طريقه تاع محمر في الكوشه بطريقة سهلة وبسيطة، ويجي محمر كيما تاع المطاعم تاع برا. أول حاجة نجيبو كتف لي عندنا، ها ولا كتف الخروف. أنا جبت كتف تاع الخروف، ها ولا نديرولها كيما هكدا. نحاولو كامل نبانسو كيما هكدا، بعد ما نتقبله كيما هكدا نجيبو نديرها الخلطة. أول حاجة نجيبو نطحنو فيها، نجيبو بصلة هكدا، نص حبة تاع بصل، قشرناها قطعناها لقيناها غسلناها. نجيبو هنايا الموطارد تاعنا، نديرو 2 ملاعق كبار تاع الموطارد، حوالي ملعقة ونص تاع الموطارد. نديرو ليزي بيستوانا. بالنسبة ليزي بيستوانا عندنا كركم، عندنا سكنجبير، سكنجبير مليح للحم، عندنا فلفل أسود وهو الحرار، عندنا هذا ليزي بيس خاص باللحم، اذا ما توفرش عندكم ما ديروهش. عندنا كذلك هذا تاني خاص باللحم والشوى، شويه تاع البنات هذيك تاع الفحم، راس الحانوت، و قصب مدكوك، وهذا معدنوس اليابس. نديرو حوالي 3 ملاعق او 4 ملاعق كبار تاع الزيت، نديرو كذلك ملعقتين كبار تاع خل، نديرو هنايا الملح، ونجيبو ربع كاس تاع ماء. انا غادي نزيد ربع كاس تاع ماء هكذا. هنا حبيبتي قبل ما نطحنو نجيبو ملعقه زبده، ملعقه صغيره زبده، نطحنو كل شيء. الان حبيباتي هايله الصلصه تاعنا، ندهنوا بها مليح الكتف تاعنا. انا حبيباتي نجيبو الزيتون، كنو غليتو في الماء، جا كنتو غليتو قبل في المرة في الماء. وهنا نضيفو 2 كيسان كبار تاع ماء،
يفوت 2 كيسان كبار تاع ماء. ها هو الكاس الاول غير منا. ها هو الكاس الثاني تاع الماء. هنا حبيباتي نغطوا الخليط تاعنا بالطبق الالومنيوم كما هكا. يكونوا خليته ساعة ساعة باش كيما نقولوا تشرب هذيك الخلطة. نخلص ساعة باش تدخلوا للفرن. طيب عطوا لي هكا طبي الالومنيوم تاعكم كيما هكذا. هنا حبيباتي بعد ما غطينا عليه طبي الالومنيوم تاعنا هنا حبيباتي ندخلو للفور. نخلوه ديجا قلت لكم قبل ما تضغطوا على البابي الالومنيوم بعد ما تقيسوا عليه ديك الصلصالات خلوه يشربها مليح مليح واحد الساعه وتبداو طيبوا فيه. انا دوك ندخلها للفور هنا درجه الحراره 180 او 200 وديروه من تحت وتخلوه يطيب مده ساعتين او الطحان تاعكم تحمر. بعد ما يتحمر الطحان تاعكم حمروه من فوق وخرجوه. هذا هو الطحان تاعنا تاع حتى تاعنا كيفاش يجي محمر. لازم تغطيو البابي الالومنيوم باش يبقى الداخل يتحمر ويتجمر. انا هنايا ديجا ماني حميت الفرن تاعي ندخلها درجة حرارة 200 مدة ساعتين حتى يطيب اللحم ونقول ساعة ساعة نفقدوه بالموس ونشوفوه لا طاب ولا ما طابش حتى يطيب مليح 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 ونخرجوه. بعد ما يطيب ان شاء الله نتلاقاو. والان حبيباتي ها هو اللحم تاعنا بعد ما تحمر. انا دايلي واحد الساعتين هو يطيب يجي بنين يجي مجمر يجي طري. شوفوا ما شاء الله طيب ما شاء الله. نتمنى حبيباتي جربوا الوصفة في العيد ولا للضيوف. إذا جربتوها عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني أحبائي. ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام مع فيديو آخر إن شاء الله.